الثالثة بتوقيت القدس الشريف، الظهيرة من الميادين وفيها معارك عنيفة جنوب مطار الحديدة، وأنباء عن تدمير مباني المطار ومدرجه جراء استهدافه بعشرات الغارات من قبل التحالف السعودي. فصائل المقاومة العراقية تؤكد أن جريمة استهداف مواقعها على الحدود تفتح المواجهة مع إسرائيل وأمريكا، وتؤكد أن الرد آت فور تحديد مرتكبيها. تركيا تعلن تقدم قواتها باتجاه قنديل شمال العراق بعد سلسلة غارات على مواقع الكردستاني على جانبي الحدود. وأنقرة تعلن عن دوريات أمريكية تركية لاحقا في منبج سوريا، ودمشق تصف توغلهما بالعدوان على وحدة أراضيها. بكين ردا على التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة، واشنطن فقدت عقلها وسنرد بإجراءات مؤلمة. وفي الظهيرة مقبرة الإنجليز في غزة تشهد على نضال الفلسطينيين في مواجهة الانتداب. مرحبا بكم. أفاد مراسل الميادين في اليمن باستشهاد 6 مدنيين بغارة للتحالف السعودي على حافلة ركاب قرب جولة الغراسي في الحديدة غرب اليمن. يأتي ذلك فيما تتواصل المواجهات العنيفة لليوم الخامس بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات التحالف السعودي في المحيط الجنوبي لمطار الحديدة. مصدر عسكري يمني أكد تدمير مباني مطار الحديدة ومدرج الطائرات بشكل كامل جراء استهدافه بعشرات الغارات من قبل التحالف السعودي. تصاعد وتيرة المعارك في محافظة الحديدة، والعمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف في السعودي غربي البلاد تقابل بتصعيد في المواجهة من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية. مصدر ميداني أفاد بتواصل الحلف السعودي في المحيط الجنوبي لمطار الحديدة على وقع غارات جوية وقصف بحري مكثف للتحالف السعودي امتدادا إلى منطقة المنظر جنوب الحديدة. مقاتلات التحالف السعودي شنت سلسلة غارات استهدفت مديريتي زبيد والدريهمي في المحافظة. مصدر عسكري يمني أكد استمرار الجيش واللجان الشعبية في إحكام الحصار على قوات التحالف السعودي المشتركة وفي قطع خطوط إمدادها البرية، مؤكدا لجوء التحالف السعودي إلى استخدام تعزيزات عسكرية عبر البحر بعد قطع طرق إمداده في مناطق الفازة والجاح والنخيلة. طائرات التحالف السعودي شنت غارات مكثفة على منطقة الفازة جنوبية مديرية التحيطة. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف لقمان أكد أن ضربات الجيش اليمني واللجان الشعبية على تجمعات قوات هادي والتحالف السعودي في الساحل الغربي متواصلة بحسب استراتيجية الدفاع المتحرك والهجوم المعاكس المعدة لاحتواء مثل هذه المواقف بحسب وصفه. لقمان شدد على أن الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عمليات نوعية على مواقع قوات هادي والتحالف السعودي الإماراتي بأساليب مختلفة، ما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة في العديد والعتاد. لقمان أشار إلى أن الحسم العسكري للموقف بالكامل في الساحل الغربي هو بيد الجيش اليمني واللجان الشعبية وأبناء تهامة. معنا من صنعاء عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله سيد علي القحوم. مرحبا بكم سيد القحوم. هل كان تضعنا في حقيقة الواقع الميداني الآن، لأنه يعني الإعلام الذي يتبع للتحالف السعودي يتحدث عن انسحاب للجيش واللجان الشعبية من المطار، ما حقيقة الواقع الميداني فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية العدو هو يبحث عن نصر إعلامي ويحاول أن يزج بمرتزقته في المحرقة، وأيضا هناك منذ الصباح الباكر غارات جوية مكثفة بشكل هستيري، وأيضا قصف من البارجات البحرية. طبعا المعارك هي على أشدها، العدو هو يحاول أن يخترق تلك المناطق، لكن بفضل الله الجيش واللجان الشعبية وأبناء تهامة والقبائل الذين نزلوا إلى تلك المناطق ليساندوا أبطال الجيش واللجان الشعبية يتصدون أولئك المرتزقة، والحمد لله العدو فشل ويفشل
ولم يستطع أن يتحقق له أي شيء. ما يحصل هو يعني يبحث عن انتصار إعلامي لا أقل ولا أكثر. أما المعارك فهي على أشدها وهناك تصدي كبير، لن ينسحب أبناء الجيش ولا اللجان الشعبية، هذا كلام غير صحيح. ولذلك أبناء الجيش واللجان الشعبية يؤكدون لنا في هذه اللحظات أنهم يواجهون بثبات وصبر وعزيمة منقطعة في النظير. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبلوا لأولئك الغزاة والمرتزقة أن يدلسوا أرض تهامة أو يدلسوا تلك المناطق، وهناك خسائر كبيرة منيت بها تلك القوات. طيب سيد لقحوم، آليات ومن قتل لإيضاح الصورة لو سمحت للمشاهد والمتابع الآن، الواقع الآن بالنسبة للمطار عن ماذا يختلف بالنسبة ليوم أمس من الواقع الميداني؟ فقط تكثيف الغارات؟ نعم، الواقع هناك غارات جوية مكثفة منذ الصباح الباكر، أيضا هناك زحوفات مستمرة، والعدو يحاول من الجهة الجنوبية للمطار أن يتقدم، ولكن بفضل الله يتم التصدي للمجرمين والغزاة، وهناك تنكيل بهم. هناك عدد من الآليات قد تم إحراجها، هناك عدد من القتلى والجرحى، وهناك أسرى من العدو، ولذلك العدو يبحث عن نصر إعلامي لا أقل ولا أكثر. أيضا في هذه اللحظات يسعى العدو إلى أن يزج بمرتزقة في محرقة من أجل أن يحقق أي شيء، لكن هناك مواجهة وهناك تصدي. هذا هو الواقع. أبناء الجيش واللجان الشعبية لا يعني يتحركون بكل جد وبإرادة صلبة في صد أولئك المجرمين وكسر كل محاولاتهم للسيطرة على المطار أو تلك المناطق المحيطة به. طيب سيد القحوم، قبل قليل أيضا كان يعني نقل مصدر عسكري بأنه المطار المباني فيه تم استهدافها وتدميرها وأيضا مدرج المطار، ما واقع الحال لهذا المطار بعد كما قلت تكثيف الغارات؟ ما حجم الضرر الذي طاله؟ المطار هو من أسبوع والطائرات الحربية وبكل أنواعها تحاول أن تستهدف المباني والمدرج بغارات مكثفة. أما اليوم فكانت الغارات أكثر كثافة واستهدفوا المباني واستهدفوا كل المناطق. طبعا المطار هو منطقة واسعة وكبيرة، أكثره منطقة صحراوية، ولذلك العدو يحاول أن يكشف أو يمشط بتلك القنابل العنقودية ويحاول أن يزج بأولئك المجرمين لأن يتقدموا، لكن بفضل الله أبناء الجيش واللجان الشعبية ينكلون بالأعداء ويكملون لهم هنا وهناك، وهناك عشرات القتلى وجثثهم مرمية في تلك المناطق. طيب سيد القحوم، فقط يعني المعارك الآن عادت حيث كانت في البداية يعني على تخوم المطار بينما كانت بالأمس باتجاه محيط الدريهمي؟ المعارك هي لا زالت اليوم حتى في الدريهمي وفي الفاز وفي الحاج، هناك منطقتين اليوم استطاع الجيش واللجان الشعبية أن يقطع الطريق، طريق الإمداد للعدو، لأن العدو هو يحاول أن يسيطر على الخط الساحلي، وهذا الخط هو يعني الذي جعل له أن يخترق هذه المناطق، ولذلك هناك تنكيل للعدو مما جعله أن يدفع بزوارق بحرية لإمداد المرتزقة والغزاة ممن جمعهم من مناطق كثيرة لأن يتقدموا في محيط المطار أو بخلفه. طيب سيد القحوم، هل أنتم بصدد نشر صور مجددا كما فعلتم بالسابق من داخل مطار الحديدة ربما ردا أو إيضاحا أكثر بالصورة لحقيقة الواقع الميداني الذي تنقلونه عن مطار الحديدة؟ نعم، الإعلام الحربي هو يوثق المعارك لحظة بلحظة، وقد وعد الإعلام الحربي بأن ينشر صور للمطار وتلك المعارك وأيضا لخسائر العدو مما سيجعل العدو يعرف أن حجم المعركة هناك معركة كبيرة وسيدفع التكلفة الكبيرة، وسيرى أن أبناء الجيش واللجان الشعبية وأبناء اليمن لا يمكن أن يفرطوا بأي شبر من أرض اليمن، لأننا ندرك أن الإماراتي هو أداة من أدوات أمريكا أتت لأن تحتل بلادنا وأن تدنسها وأن تعمل ما تعمله، وقد رأينا ماذا يعملون في الجنوب وفي تلك المناطق، ماذا يريدون وماذا يعملون يعني لديهم طمع استعماري واضح. طيب سيد القحوم، كنتم تحدثتم عن استمرار محاصرة تلك القوات المدعومة من التحالف السعودي في أكثر من نقطة، هذا الحصار ما زال مستمر وقطع طرق الإمداد إلى تلك القوات، أين تتواجد تلك القوات ومدى تأثير هذا الحصار أو قطع طرق الإمداد عليها وعلى سير المعركة؟ نعم، هناك قطع للطريق في منطقة الفاز وكذلك في الحاج وفي الدريهمي وعلى طول الشريط الحدودي، يعني الشريط الساحلي الذي حاول العدو أن يخترقه، ولذلك العدو يتكبد كثير من الخسائر منها إحراج آليات، يعني على مدى هذا الأسبوع أكثر من 100 آلية تم إحراجها، وهناك أكثر من يعني عدد كبير من الأسرى، وهناك جثث كبيرة
تم عرضها من الإعلام الحربي، وهناك صور يعني تم بثها من الإعلام الحربي لخسائر كبيرة يعني نكل بها للعدو، والعدو هو يكابر، العدو هو يكابر ويرى أن المعركة معركة لابد أن يحدد فيها أي حتى ولو كان إعلاميا. ونحن نرى أن المعركة معركة مصيرية لا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن يتقدم أو أن يدنس تلك المناطق. مصيرية بأي معنى سيد لقحوم؟ عندما أيضا تعنونون بأنها معركة مصيرية بأي معنى؟ مصيرية لأن العدو لديه أطماع واضحة، أطماع استعمارية. ما عمل الإمارات في ميناء عدن استحوذ عليه وسيطر عليه وأبقى المحافظات الجنوبية ليس لديهم أي شيء. نحن نرى أن هذا الاستعمار تحرك لمصلحته لنهب الأراضي، لقضم الأرض، لنهب الثروات. ونحن أيضا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجعل هذا الغازي والمحتل أن يتمكن في أن يستعبد شعبنا أو أن ينهب ثرواتنا أو أن يسيطر على بلادنا. طيب سيد لقحوم، اشتداد الغارات كما نقلت لنا المكثفة باتجاه المطار تزامنت مع يعني الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي، ولا أدري إذا كان غادر أيضا صنعاء كونه مدد ليوم واحد، هل هذا التزامن يصلكم بنوع من الرسائل، خصوصا أنه أنور قرقاش الوزير الإماراتي قال بأنه هذه المعركة لترغم كما قال أنصار الله للجلوس على طاولة المفاوضات؟ هذا كلام غير صحيح. أنور قلقاش الإمارات موقفها موقف واضح، هم لا يريدون أن يكون هناك حلا سياسيا في اليمن، هم يريدون أن يحتلوا بلادنا وأن ينهبوها وأن يسخروا تلك المناطق الاستراتيجية خدما للأمريكي والإسرائيلي، وهذا أمر واضح ولا نقاش فيه. المبعوث اليوم غادر وهو يعني لم يتقدم في شيء، وحتى لم يحمل رؤية لأي حل. هو أتى من أجل أن يقدم الرؤية الإماراتية في تسليم المدينة وكذلك الميناء، وهذا ما لم يقبله أبناء الشعب اليمني، بما أن الشعب اليمني يطلب مطلبا واضحا إيقاف العدوان وكذلك فك الحصار ورفع هذه القوات الأجنبية والغازية التي أتت لتدمير بلادنا. هذا هو مطلب كل أبناء الشعب اليمني. شكرا جزيلا لك سيد علي القحوم، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة اليمنية. منها إلى الحديدة، وينضم إلينا مدير برامج الطوارئ في اليونيسف في اليمن سيد الياس دياب. مرحبا بكم سيد دياب، هل لكم تضعون في صورة الواقع الإنساني حيث وصل في الحديدة؟ يعطيك العافية، مرحبا. نحن حاليا موجودين بالحديدة اليوم، مثل ما ذكر يمكن ضيفك، في تصعيد بشكل غير مسبق يعني بالعمليات العسكرية، وأنا عم بحكي معك هلا في ضرب بوارج وعملية القصف كمان عنيفة جدا. طبعا حاليا نحن القلق الكبير اللي عنا هو انه العملية الإغاثة والعملية الإنسانية تستمر بالحديدة بجميع المناطق، يعني مش بس كمدينة ولكن حتى المديريات. ما حجم حضور المنظمات الإنسانية العاملة في الحديدة في الوقت الذي كان فيه حجم كبير من الانسحابات مع الاستعدادات والإعلان عن هذه المعركة؟ ما حقيقة وحجم الحضور للمنظمات الإنسانية في الحديدة اليوم؟ يعني اليوم حاليا نحن فينا أكد لك أن جميع المنظمات الأمم المتحدة هي موجودة بطاقم دولي وحتى طاقم محلي. طبعا نحن بفترة معينة عملنا إعادة تشكيل وجود الموظفين بسبب الوضع الأمني، ولكن العمليات ما توقفت، حتى يعني نحن اليوم عم نحكي بضعفنا العمليات الإنسانية بجميع المديريات. ما نقله اليوم على الأرض ستيفان دوجيريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، تحدث عن نزوح ل 5200 أسرة من منازلها بالحديدة. أنتم يعني تتعاملون مباشرة مع حالات النزوح هذه، كيف يتم يعني تقديم المساعدات لها، وخصوصا أنها تنزح من المناطق الجنوبية، يعني من الجهة الجنوبية في الحديدة إلى مناطق أخرى بعيدا عن دائرة القتال؟ صحيح، يعني حتى الآن عدد الأسر وعدد العائلات التي نزحت ليس هناك يعني إذا بدك رقم نهائي، ولكن النزوح يستمر بشكل يومي. الأمم المتحدة لديها خطة واضحة ولديها مراكز استقبال في جميع المناطق، يعني في حتى المناطق الجنوبية وفي مدينة الحديدة وفي حتى في صنعاء، نقدم جميع أنواع الخدمات الصحية، المياه، التحصين. كما تعلمون أن الحديدة لديها أعلى نسب
سوء التغذية في اليمن. الأطفال، نحن نتكلم أكثر من 50,000 طفل يعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهذه أحد الأمور التي تقلقنا جدا يعني في حال استمر النزاع. زيادة على ذلك، هناك ضحايا كثر من المدنيين. بين يعني الثلاث أيام اللي مرقت لليوم شفنا ارتفاع بعدد الجرحى والشهداء المدنيين. عندكم حصيلة سيد دياب لحصيلة الضحايا من الشهداء والجرحى بالمعارك الخاصة بالحديدة؟ يعني حتى اليوم ما في حصيلة مباشرة، ولكن اليوم صباحا كان في شهداء داخل المدينة، داخل على مدخل المدينة. نعم. ما عندي إحصائية كاملة حاليا، يعني أنا عم بحكيك هلا في الفرق العام تبعنا عم بتقوم بهالإحصائيات وعم بتقوم بالمساعدة الطبية والإنسانية تحت الضرب وتحت القصف، يعني آخر النهار بكون في عنا إحصائية كاملة. ولكن تركيزنا الأساسي اليوم هو على أن يكون المرافق الصحية تكون مجهزة، يكون الخدمات بالمدينة تكون مستمرة. نحن كيونسف بعدنا عم ندعم المدينة بالمياه بشكل مباشر، جميع المرافق الصحية. طيب سيد دياب، ما قاله مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، قال أنه لحد الآن الأمور محدودة وتحت السيطرة بالنسبة للواقع الإنساني، ولكن ربما يتداعى بشكل كبير إذا ما المعركة بالفعل تصاعدت. وبالتالي أسألك، كيف تتابعون وقائع المعركة لأنه مهمة بتداعياتها على الواقع الإنساني؟ هل لديكم أي معطيات بأن المطار بالفعل تم سيطرة عليه من قبل قوات التحالف؟ يعني صحيح، نحن يعني القلق الأساسي هو أنه المرفأ يكون مفتوح. يعني دائما نحن نحكي بالإعلام أنه مرفأ الحديدة يغذي أكثر من 70% من الشعب اليمني، يعني هذا هم الأساس. أنا ليس لا أتابع بشكل مباشر العمليات العسكرية ومجرياتها، ولكن التركيز اليوم على إبقاء هذا المرفأ مفتوح، على أن الأمم المتحدة والمنظمات تستطيع إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر. لكن لا، يعني كمتابعة عسكرية ليس بمعنى متابعة العمليات، وإنما توسعها وبالتالي تأثير عملكم. لذلك أسألك إذا كان بالفعل تم واقع المطار، لا تتابعونه مطار الحديدة؟ نحن يعني هناك تصعيد كبير بالمجريات العسكرية، هذا صحيح. ما يقلقنا ما نتابعه هو ان هناك نزوح مستمر من هذه المناطق، من يعني المناطق المحيطه بعمليات الاشتباكات. نحن دائما نطالب ان 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 ان, أن, أن العدوان واليوم المعارك تحايد جميع المدنيين وجميع المناطق التي حددناها انها مناطق امنه. الخط من صنعاء الى حديده يجب ان يبقى ايضا مفتوحا ايضا للمدنيين ولادخال المساعدات. لكن لا لديكم، ما لا تملكون يعني معلومات واضحه عن الواقع بالنسبه لمطار الحديده. طيب سيد دياب، ايضا خارطه تواجدكم معلومه بالنسبه لقوات التحالف، تشعرون بالامان بانكم لا يعني لن تطالكم بالعمليات العسكريه؟ يعني الامم المتحده عندها هناك يعني فينا نقول تنسيق مستمر مع جميع الاطراف، سواء على الارض او على الاطراف الاشتباك. وهذا التنسيق هو مستمر. يعني الان نحن نتكلم، هناك لدينا مهمات ولدينا فرق عمل تتحرك في الميدان، وامنهم وضمان امنهم هو كمان يعني هذه مسؤوليه اطراف النزاع. مع اطراف النزاع نحن نبحث دائما تحركاتنا، وان شاء الله خير. يعني شكرا جزيلا لك سيد الياس دياب، وكل يعني نتمنى السلامة لكل فرق المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن عموما والحديدة خصوصا. مدير برنامج الطوارئ في اليونيسف اليمن، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. قائد الحرس الثوري الإيراني لواء محمد علي جعفري قال إن تحالف العدوان العربي الغربي مني بالهزيمة في الحديدة، مضيفا أن بشائر النصر اقتربت في اليمن. وأكد اللواء جعفري أن القوات الأوروبية والسعودية تتلقى الهزائم في ميناء الحديدة باليمن. إلى العراق، حيث توالت المواقف المنددة بالغارات التي استهدفت مواقع المقاومة العراقية على الحدود السورية العراقية في ظل اتهام إسرائيل وأمريكا بالوقوف وراءها. وقد برز في هذا الإطار إعلان عدد من هذه الفصائل أن ما حصل يفتح المواجهة معهما، متوعدة بالرد المناسب فور تحديد مرتكبي الجريمة. وفي السياق ذاته حذر ائتلاف دولة القانون من أن
من أن تكرار مثل هذه الأساليب سيؤدي إلى توتر كبير وخطير على مستوى المنطقة. الاعتداء على عناصر من المقاومة العراقية في سوريا على مقربة من الحدود العراقية يستدر الكثير من مواقف الإدانة والمطالبة بكشف من يقف وراءه والغرض منه. كتائب حزب الله في العراق وفي بيانها قالت إن هذه الغارات لم تفاجئ فصائل المقاومة لأنها تعمل على تأمين الحدود والقضاء على داعش، وهذا ما يقض مضاجع أمريكا وكيانها الصهيوني اللقيط وعملائها في المنطقة وفق البيان. كتائب حزب الله أكدت أن الجريمة تستهدف مواقع المقاومة وستعيد فتح المواجهة مع الكيان الصهيوني والمشروع الأمريكي وأنها مستعدة لذلك دون تردد، وأضافت أن الموقف المتخذ سيتناسب مع حجم هذه الجريمة حين تعرف هوية مرتكبيها. حركة عصائب أهل الحق قالت في بيان لها إن منفذ الهجوم على الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية هي طائرات تنحصر هويتها بين أمريكية وإسرائيلية، مؤكدة أن الهجوم نفذ على قوات تتصدى لتنظيمات إرهابية في سيناريو يحمل الكثير من الشبهات والتساؤلات. الحركة طالبت الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات المطلوبة والكفيلة بالكشف عن مرتكب الجريمة بأسرع وقت والتنسيق مع الحكومة السورية والقوات الموجودة على الحدود. الحركة قالت إن على الحكومة عدم الاهتمام بالاعتراضات الأمريكية التي لا تصب في خدمة الأمن القومي العراقي، وأن المنطقة المعتدى عليها كانت وما زالت منفذ تسلل الإرهابيين إلى العراق. الحركة استغربت التصريحات التي تبرر الاعتداء والتي تدعي وجود القوات المستهدفة داخل سوريا. قيادة العمليات المشتركة في العراق من جهتها نفت تعرض أي من قطاعات القوات العراقية التي تؤمن الحدود مع سوريا لضربات، وأكدت أنها لم تكن على اتصال بقوات أمنية داخل الأراضي السورية تعرض مقرها جنوب البوكمال لقصف وأنه لم يكن هناك تنسيق معهم. معنا من بغداد مدير مكتب الميادين هناك عبد الله بدران. عبد الله، كيف يتفاعل بالنسبة للمواقف في العراق هذا الاستهداف، وما أهمية أيضا البيان الذي صدر عن الخارجية العراقية في استنكار لاستهداف أي قوات تقاتل تنظيم داعش سواء في سوريا أو العراق أو أي مكان، وتم اعتباره على أنه دعم ربما يصب بدعم لتنظيم داعش؟ نعم، بالفعل رامي، ربما بيان الحشد الشعبي الذي أعلن فيه الحادثة وأعلن فيه سقوط الشهداء ومهمتهم في تلك المنطقة وضرورات ميدانية فرضت عليهم التنقل ما بين الحدود العراقية السورية والعمق السوري، وحددوا بالضبط كم متر يبعد الموقع المستهدف من قبل الغارة مجهولة الهوية حتى الآن، وكذلك بيان الخارجية العراقية على اعتبار أنها قوات وأن كانت تتحرك ما بين الأراضي العراقية والسورية فقط عن هناك تنسيق بين الأطراف التي تقاتل لحماية الأرض من مسلحي داعش، وبالتالي هو استهداف لقوى تقاتل الإرهاب، وعلى هذا الأساس هو استهداف ضمنيا يخدم المجاميع الإرهابية التي تحاول الوصول للأراضي العراقية أو التي تهدد أمن المدن العراقية وأمن الحدود. وعلى هذا الأساس البيانين هما الأوضح بعدما طبعا صدر بيان العمليات المشتركة العراقية الذي وبشكل واضح أراد أن يعلن فيه راميا أن العمليات المشتركة العراقية وفق تنسيقها على الأراضي العراقية لم ترصد أي ضربة جوية داخل الحدود العراقية أو المناطق العراقية المسؤولة عسكرية عنها، وبالتالي هي غير مسؤولة عما حصل خارج الحدود، واعتبرت أن ما حصل هو استهداف في الداخل والعمق السوري وأن من سقط هم شهداء عراقيون ضحايا هذه العملية، والعمليات المشتركة تحاول أن تجري تدقيقا ومسحا ميدانيا، لكن ما أرادت أن تقوله العمليات المشتركة هو أنه ما من استهداف أو غارة جوية حدثت في الداخل أو في الحدود أو على التراب العراقي، لكن يبدو أن بيانها لم يكن موفقا لجهة ما يمكن وصفه يعني تجنبها تبني الشهداء الذين سقطوا أو الألوية التي قاتلت في تلك المنطقة واستعادتها وظلت ترابط فيها لتأمينها. لكن طبعا تصاعدت البيانات، موقف نائب الرئيس العراقي أو دولة القانون وكذلك ما سبقه من مواقف لحركة المقاومة عصائب أهل الحق وكذلك كتائب حزب الله العراق، حتى السفير الأمريكي عندما ألح بأن الجانب الأمريكي ليس مسؤولا عن هذه الضربة ربما يؤشر باتجاه الغارة الإسرائيلية التي يعتقد أنها غارة إسرائيلية استهدفت تلك المنطقة. على اعتبار أن الأمريكيين ليس معروفا أنهم لا يتبنون هذه العمليات أو هذه الضربات التي تطاول مناطق عند الحدود العراقية السورية. كل الشكر لك عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد، حدثتنا مباشرة من العاصمة العراقية.
على صعيد آخر، أعلنت تركيا أن قواتها تتقدم بخطوات حازمة باتجاه منطقة قنديل في شمال العراق. ونفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن يكون توقيت العملية مرتبطا بموعد الانتخابات المقررة الأحد المقبل. سبق ذلك قصف تركي لمناطق على جانبي حدود البلدين، وقد أعلن الجيش التركي أن 26 مسلحا من حزب العمال الكردستاني قتلوا في ضربات جوية جنوب شرق تركيا وشمال العراق. الجيش التركي أوضح في بيان أن الضربات الجوية نفذت في إقليمي ديار بكر وشرناق التركيين وفي منطقة أفاسين باسيان شمال العراق. معنا من اسطنبول مراسل الميادين محمود واثق. محمود، بماذا تختلف تلك العمليات التي تقوم بها تركيا في شمال العراق في اتجاه جبال قنديل عن تلك العمليات التي تشنها وهي ناشطة منذ مارس أذار الماضي، وكيف تفعل المعارضة مع هذا الإعلان لأوغلو؟ نعم، يعني هناك التصعيد في تصريحات المسؤولين الأتراك وأيضا من الجيش التركي فيما يتعلق بالعملية العسكرية في شمال العراق. الجيش التركي كان يتحدث أن هذه العملية بدأت من منتصف مارس الماضي، وبالتالي لا علاقة لهذه العملية بأجواء انتخابية هنا في الداخل التركي. اليوم صباح اليوم كان هناك بيان صادر من قيادة الأركان في الجيش التركي يتحدث عن غارات جوية خلال اليومين الماضيين يوم الأحد والاثنين في منطقتين في جنوب شرق تركيا وأيضا في شمال العراق. هذه الغارات أدت إلى مقتل 26 من عناصر حزب العمال الكردستاني الذي يصنفه تركيا بالحزب الإرهابي ينشط في شمال العراق ويستخدم الأراضي في شمال العراق ضد الأمن الداخلي في تركيا. أيضا هناك مقتل ثلاثة جنود من الجيش التركي في انفجارات مختلفة في جنوب شرق تركيا. فيما يتعلق بتوقيت هذه العملية، طبعا المعارضة التركية تتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنه يستغل العمليات العسكرية مع اقتراب موعد الانتخابات، يستغل للتأثير على الناخب التركي. كان هناك اتهام من المرشح في حزب الشعب الجمهوري محرم إنجا لحزب العدالة والتنمية بأنه يستفيد أو يستغل هذه العمليات العسكرية للتأثير على وطالما تحدث عن سياق ربما الاستعدادات للانتخابات التركية، استبقى معنا محمود واثق خصوصا في جزء له علاقة بتطور الانتخابات. تبقى معنا نستعرض الخبر كما قلنا مشاهدينا، حيث تتواصل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة الأحد المقبل. وقد أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن 30,000 سوري سيشاركون في هذه الانتخابات بعدما منحوا الجنسية التركية. ومن جهة أخرى قال يلدرم أن قرار الكونغرس الأمريكي بحظر بيع طائرات F-35 لبلاده يتنافى مع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ولكنه شدد على أن أنقرة تمتلك البديل. أعود إليك محمود، ما له علاقة بهذه الأعداد للسوريين الذين منحوا الجنسية هذا؟ نأخذ تفاصيل أكثر وحجم المشاركة وكيف أيضا يتفاعل هذا الموضوع في الداخل التركي. نعم، يعني كان هناك قانون استثنائي لمنح السوريين للجنسية هنا في تركيا رغم اعتراض بعض الأحزاب المعارضة على هذا القانون الاستثنائي. تم منح تقريبا أكثر من 30,000 للسوريين جنسية تركية، وبالتالي اليوم تتحدث الحكومة بأن هؤلاء رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم يقول بأنه يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات. 30,000 منتخب أم 30,000 منحت لهم الجنسية؟ 30,000 كان يحق لهم أن يحصلوا على الجنسية التركية. هناك ليس عدد دقيق الذين حصلوا على الجنسية، لكن من حصل من هؤلاء يحق لهم المشاركة كناخبين في هذه الانتخابات، وهي الانتخابات الأولى التي يشارك فيها السوريون هنا في تركيا. فيما يتعلق بالأجواء الانتخابية، الحملات الانتخابية مستمرة في مختلف المدن
التركية قبل أسبوع من يوم التصويت الأحد المقبل. هناك 6 مرشحين سيتنافسون على كرسي الرئاسة. توقعات مراكز استطلاعات الرأي تشير إلى عدم حسم النتائج في الجولة الأولى، رغم أن بعض المراكز المقربة من الحكومة تتحدث من أن الجولة الأولى ستكون محسومة لمصلحة الرئيس التركي الحالي المرشح رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية للبرلمان التركي. هي انتخابات مما لا شك مهمة والكل يرتقبها إن كان في الداخل التركي أو حتى في الخارج. أشكرك على مروحة المعلومات والمعطيات التي وفيتنا بها بما سمح الوقت. محمود واثق مراسل ميادين، كنت معنا عبر الإنترنت من إسطنبول. على خط آخر، أعلن تركيا أنها ستنفذ دوريات مشتركة مع القوات الأمريكية لاحقا في منبج السورية بعدما دخلت خارطة الطريق بينهما حيز التنفيذ في تلك المنطقة. وقد أكدت دمشق رفض وإدانة التوغل التركي الأمريكي في محيط منبج. ونقلت وكالة سانا الرسمية عن مصدر في الخارجية السورية قوله إن التوغل يأتي في سياق العدوان المتواصل على سيادة سوريا. خريطة الطريق الأمريكية التركية بشأن منبج دخلت طور تنفيذ. قوات تركية وأمريكية بدأت بتسيير دوريات منفصلة في شمال سوريا على ما أعلن الجيش التركي. قوات تنتشر على طول الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها أنقرة والمجموعات التي تدعمها ومدينة منبج، تنفيذا لخريطة الطريق الخاصة بمنبج ومبادئ السلامة التي سبق الاتفاق عليها بحسب تغريدة القوات المسلحة التركية على تويتر. التطور الجديد هذا كان مضمون كلمة ألقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ولاية سمسون شمال البلاد. في الوقت الراهن في منبج ماذا رأينا؟ قلنا إن التنظيمات الإرهابية سوف تغادر منبج، فهل بدأ ذلك؟ حتى الآن بدأ نشر القوات الذي ناقشناه. على وقع هذه الخطوات، يشير وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو إلى أن وحدات عسكرية واستخبارية من الجانبين التركي والأمريكي ستقوم بالأعمال التحضيرية تمهيدا لتطبيق كامل خريطة الطريق المتفق عليها. خريطة يقول جاويش أغلو أن تطبيقها كاملا سيكون في أسرع وقت للانتقال إلى مدن أخرى. فيما أعلن نائب رئيس الوزراء التركي الناطق الرسمي باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ أن القوات التركية والأمريكية تقوم بمهام دورية في أطراف منبج بشكل مستقل، وستقوم بدوريات مشتركة في وقت لاحق داخل منبج. كلام يحرص على تأكيده قائد مجلس منبج العسكري محمد أبو عادل، مشددا على أن قوات تابعة للمجلس والتحالف الأمريكي تسير دوريات في الجانب الذي تقع فيه منبج، فيما القوات التركية تقوم بدورياتها على الجانب الآخر. سياسيا، أفاد مراسل الميادين في جنيف بأن أجواء اللقاء الثلاثي بين تركيا وروسيا وإيران في الأمم المتحدة حول آلية اللجنة الدستورية في سوريا سلبية حتى الآن. ونقل عن مصادر معنية استبعادها صدور بيان عن الاجتماع. وأوضح مراسل الميادين أن هناك خلافات بين الجانبين الروسي والتركي حول لوائح المرشحين للجنة الدستورية، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يصر على الالتزام بمقررات سوتشي، في حين يحاول الجانب التركي حصر حصة المعارضة بالهيئة العليا والائتلاف السوري والفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة. معنا من جنيف مراسل الميادين موسى عاصم. موسى، أين وصلت هذه الاجتماعات؟ هل هناك بوادر لحل العقد والخلافات؟ عكس ذلك تماما، الاجتماع انتهى قبل قليل، وعلمنا من الأوساط الروسية أن مساعد وزير الخارجية الروسية الذي حضر هذا الاجتماع أعلن بأن اجتماعا آخر سيعقد الشهر المقبل، ما يعني أن هذا الاجتماع وصل إلى فشل، إلى حائط مسدود. لم تتمكن المساعي التي حاول القيام بها المبعوث الأمم ستيفان دي مستورة من أجل جمع الدول الثلاث والخروج على الأقل بوعود من أجل تشكيل اللجنة الدستورية، لم تتمكن من النجاح. الخلافات كبيرة جدا بين الطرفين الروسي والتركي تحديدا. روسيا تريد الاستناد دائما إلى مخرجات مؤتمر سوتشي حول تشكيل اللوائح المرشحة للجنة الدستورية، ما يعني أن هذه اللوائح قد توزع على 3 أطراف: الحكومة السورية، المعارضة بكافة أطيافها الخارجية والداخلية، وعلى المجتمع المدني والمرأة، كما تحدث ستيفاني بصورة في آخر مؤتمر صحفي له. أما على الجانب التركي فهناك
محاولة من أنقرة من أجل وضع اليد على كافة الأعضاء أو كافة الشخصيات المرشحة لشغل المنصب في اللجنة الدستورية. على هذا الأساس انتهى اجتماع جنيف، لقاء جنيف الثلاثي من دون نتيجة. سأوجه هذه الأسئلة: أين فشلت المفاوضات أو أين فشل هذا اللقاء وما هو المستقبل؟ سأوجه هذه الأسئلة للسيد قدري جميل، رئيس منصة موسكو. أهلا وسهلا بك دكتور قدري. يعني اليوم نفهم بأن هذا الاجتماع فشل بالتوصل إلى نتيجة حاسمة، لماذا برأيك؟ لا أفضل استخدام تعبير فشلة، مع أنه هناك صعوبات جدية يجب تزليلها، وأعتقد أنه في أسوأ الأحوال جرى تزليل جزء منها اليوم، ولكن هناك بقية باقية يجب تزليلها. فشل الاجتماع كان يجب أن لا يلحقه اجتماع آخر، مع تنتهى الموضوع، الموضوع ما انتهى، النقاش ما زال مفتوحا. نحن البارحة التقينا كمجموعة، كجزء من مجموعة سوتشي، شاركنا بسوتشي منصة موسكو، تيار الغد، المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري. اجتمعنا البارحة مع الضامن الروسي ومع الضامن الإيراني، وعبرنا عن رأينا أنه يجب تنفيذ مخرجات سوتشي، ونحن ننظر إلى الضامنين الثلاثة ككتلة متضامنة متكافلة، لا يجوز تجزيء مسؤولياتهم، لأن هذا سيكرر مأساة جنيف 2، حينما اعتبر الغرب مسؤول، اعتبر نفسه مسؤول عن المعارضة، واعتبر أن روسيا مسؤولة عن النظام، ودخلنا في حلقة مفرغة أدت إلى فشل جنيف 2 وإلى صدور 2-5-4 الذي نسعى إلى تنفيذه اليوم على فكرة عبر مخرجات سوتشي، ليس بعيدا عنه وإنما على ضمن مظلته 2-2-5-4. اليوم حذرنا أنه إذا كان سيسلم ملف المعارضة فقط إلى تركيا رجعت حليمة لعادتها القديمة، نفس القصة ودخلنا حلقة مفرغة. نحن لا نرى ذلك مفيدا بل مضرا للعملية السياسية القادمة بسوريا التي ستبدأ باللجنة الدستورية. نحن ننظر إلى الضامنين الثلاثة متكافلين متضامنين سوية. نعم. معنا. سؤال، يعني سلمتم بالأمس لائحة من المرشحين لشغل المناصب في اللجنة الدستورية إلى الأمم المتحدة والدول الضامنة، ماذا سيحل بهذه اللائحة وماذا عن اللوائح الأخرى التي يعمل على تشكيلها، وهل لائحتكم كافية لتمثيل المعارضة بشكل عام؟ أولا نحن سلمنا قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستورية، لأن أعضاء اللجنة الدستورية لن يكونوا 50 شخص من المعارضة، هذا مفهوم. الدول الضامنة بالتشاور مع ديمستورا سينتقوا جزء منهم، جزء القليل منهم لعضوية اللجنة الدستورية، وهذا العدد هو لتوسيع الخيارات أمام من سيختار الأعضاء في اللجنة الدستورية. نحن رأينا أن المعارضة بتمثيلها في اللجنة الدستورية يجب أن تغطي أوسع طيف ممكن. الطياف الأساسية التي نرى أنه يجب تمثيلها من حضر محادثات الأستان التسعة من الفصائل، يجب أن يكون هناك من يمثلهم، من حضر سوتشي وساهم بإنجاحه، وهيئة التفاوض، لأنه البيان الختامي لسوتشي يتحدث عنها أيضا. هناك محاولة من قبل تركيا اليوم بحسب معلوماتنا من داخل الاجتماعات التي جرت في الأمم المتحدة لوضع اليد على لائحة المعارضة، وبهذا يعني أن تياراتكم الثلاثة التي اجتمعت منذ الأمس هنا في جنيف لن يكون لها مكان في هذه اللائحة التي تود تركيا طرحها على اللجنة الدستورية. لا أعتقد أن الأمر سينتهي هكذا. من خلال حديثنا مع الضامنين فهمنا أن الطرفين الروسي والإيراني ليسوا ضد أن يلعب الأتراك دور المنسق بعد الاتفاق مع روسيا وإيران حول تركيب وفد المعارضة المتعدد الأطراف من جميع الأطياف الأساسية. نحن قائمتنا فيها أكثر من 50 شخص عمليا يعكس ولو رمزيا كل طيف المعارضة الذي تحدث عنه قبل قليل.
نحن لماذا نقول أنه كل طيف المعارضة يجب أن يكون ممثل في اللجنة الدستورية؟ لأنه عمليا نجري نقاش حول مستقبل سوريا، نجري نقاش حول مستقبل سوريا، نجري نقاش حول أدواتنا في الخروج من الأزمة السورية. ومن المفيد جدا أن يشارك أوسع طيفنا السوريين والمعارضة السورية ضمنا في هذه العملية، لأنه يعطيها زخما وضمانة للنجاح في المستقبل. من هذه الزاوية ننطلق، وليس المصالح حزبية ضيقة وسياسية ضيقة. سؤال أخير، ماذا يعني إعطاء موعد ثاني لقمة جنيف الثلاثية أو للقاء الثلاثي الشهر المقبل، خصوصا أن استحقاقات كثيرة ستجري ما بين يعني من الآن وخلال الأيام المقبلة، اللقاء في أنقرة مع المعارضة، اللقاء الهيئة مؤتمر الهيئة في الرياض، واللقاء بين دمسطورة ومجموعة الدول الغربية والعربية. يعني أن الآفاق مفتوحة والعمل مستمر والنجاح حليفنا في نهاية المطاف رغم التأخير الذي يجري. شكرا لك دكتور قدرية رئيس منصة موسكو. إذن تذكير لآخر أخبار هذا اللقاء الذي حصل في جنيف اليوم في مقر الأمم المتحدة بين ممثلين عن الدول الثلاث، روسيا وإيران وتركيا. الاجتماع انتهى قبل قليل بعدم تحقيق أي نتيجة. لن يكون هناك إعلان مشترك بين هذه الدول للحديث عما جرى خلال هذا اللقاء. هناك خلافات بين الطرفين الروسي والتركي حول اللوائح المرشحين الذين سيشغلون مناصب في اللجنة الدستورية في وقت لاحق. كل شكر لك موسى عاصي مراسل الميادين على كل ما قدمته لنا ولضيفك أيضا. مباشرة كنتما معنا من جنيف السويسرية. ظهيرة مستمرة وأبرز ما فيها بعد الفاصل. مواجهة مصيرية أمام مصر ضد روسيا في المونديال اليوم. أهلا بكم من جديد في الظهيرة من الميادين، ونستأنفها مباشرة من الوقفة الاقتصادية في ظهيرة اليوم مع الزميلة إليسار كرم. مرحبا بك إليسار. مرحبا رامية. بدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أم لا؟ بدأت ليس فقط مع الصين بل مع أوروبا أيضا ومع كندا والمكسيك. يبدو أن ترامب فتح الحرب على جبهات عدة، وهذا له تداعيات كبيرة بكل في المدى الطويل. نعم، على الولايات المتحدة نفسها سيكون هناك تداعيات سلبية. كل التفاصيل معك إليسار، تفضلي. شكرا لك رامية. في خطوة من شأنها تقويض التوافق الصيني الأمريكي الذي تم التوصل إليه قبل أقل من شهر، صعد دونالد ترامب حربه التجارية مع بكين وهدد بفرض رسوم جديدة نسبتها 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية. وفي بيان نشره البيت الأبيض قال ترامب إن إجراءات إضافية يجب أن تتخذ لدفع الصين إلى تغيير ممارساتها غير العادلة وفتح أسواقها أمام البضائع الأمريكية، وأضاف أن بكين ليس لديها نية لتغيير ممارساتها بل ذهبت إلى تهديد شركات الولايات المتحدة وعمالها ومزارعها. بكين وصفت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه بالابتزاز وتوعدت بالرد على أي خطوة مماثلة بإجراءات انتقامية قوية، وقالت إنها تنوي اتخاذ إجراءات نوعية وكمية إذا فرضت الحكومة الأمريكية قائمة إضافية من الرسوم على السلع الصينية. وزارة التجارة الصينية قالت في بيان شديد اللهجة إنه إذا فقدت الولايات المتحدة عقلها ونشرت قائمة بالسلع المستهدفة بالزيادة الجمركية فإن بكين ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ مجموعة من التدابير الشاملة والمتناسبة. انخفض الدولار مقابل الين الياباني والفرنك السويسري بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على الصين، وانخفضت أسواق الأسهم العالمية جراء النبأ، وتراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في أكثر من 5 أشهر مقابل الدولار، أما اليورو فتراجع إلى أقل مستوياته في أسبوعين. وينقسم المتعاملون بشأن ما إذا كان الخلاف سيؤثر على الدولار بشكل ملموس وما إذا كان أي تأثير سيساعد العملة الأمريكية أم يضر بها. في موازاة ذلك تراجعت أسعار النفط نحو 1% مع تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب الزيادة الملحوظة في المخزونات، وتأثر الخام بتوقعات زيادة الإنتاج من قبل دول أوبك وروسيا بعد الاجتماع المقرر في فيينا في 22 من الشهر الحالي، كما تتأثر
كما تأثرت الأسعار إذن بتبادل التهديدات بين واشنطن وبكين بفرض رسوم عقابية على صادرات كل منهما، ويحوم سعر برميل برنت حول 74 دولارا و70 سنتا، أما سعر الخام الأمريكي فيحوم حول 65 دولارا. قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن غالبية الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في إيران، وذلك بعد دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ. وقال الوزير في حديث صحفي إن أولوية أوروبا هي بناء مؤسسات مالية مستقلة سيادية تسمح بإقامة قنوات تمويل مع أي بلد آخر في العالم، ليصبح متاحا لأوروبا مزاولة التجارة بحرية وسيادة بحسب تعبيره. أكد مسؤول إيراني كبير أن انسحاب شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال من حقل بارس الجنوبي لم يبطئ المشروع، مضيفا أن طهران تجري محادثات مع غازبروم الروسية بشأن تطوير حقلين آخرين. وأكد المسؤول الإيراني أن رضوخ الشركات الغربية للعقوبات الأمريكية لن يؤثر على إيران بوجود بدائل في أسواق الدول الصديقة. وكانت توتال قد أعلنت أنها تنوي الانسحاب من مشروع حقل بارس الجنوبي إذا لم تحصل على إعفاء من العقوبات الأمريكية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 22 نوفمبر المقبل. نكتفي بهذا القدر من الأخبار الاقتصادية ونعود من جديد إليك راميا. كل الشكر لك إليسار. مقبرة الإنجليز إحدى 5 مقابر في فلسطين ما زالت تروي حكاية قوات الحلفاء ضد خلال حربها ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى. أحمد غانم. عبر من عبر من الغزاة إلى أرض غزة، فمنهم من هزم وغادرها ومنهم من دفن في أرضها. مقبرة الإنجليز شاء الزمان أن تكون واحدة من الشواهد المهمة على أحداث مفصلية في التاريخ الحافل بالغزوات والحروب. فعلى بعد كيلومتر واحد من أهم مواقع المعارك التي خاضها الجيش البريطاني ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، أسست هيئة قوات التحالف البريطاني هذه المقبرة تخليدا لجنودها. المقبرة تبلغ مساحتها نحو 40 درما، وهبها أهل فلسطين لبريطانيا لتدفن رفات جنودها بعد عجزها عن نقل جثثهم عبر البر والبحر خلال الحرب. بقوم على رعايتها اللي هي بالدرجة الأولى دولة بريطانيا المملكة المتحدة والدول اللي بتنبثق عنها اللي مشتركة في الحرب معها. طبعا هذول قتلوا هنا وبعد مراقة الحرب أنشأوا المجسمات هذه، كل شاهد عليه اسمه ورقم العسكرية تاعته وقتش قتل اليوم أو الشهر، طبعا يظل تاريخه لأجيال قادمة. شواهد تشهد على حقبة من تاريخ غزة، فكما هي عصية على إسرائيل استعصت أيضا على المحتل البريطاني الذي حاول دخولها مرارا عبر بوابة تل المنطار الشهيرة شرق غزة التي كانت تسيطر عليها الحامية العثمانية التي حالت دون دخوله إليها مرارا وكبدته خسائر كبيرة بعد معارك طاحنة. الجيش البريطاني يعني في عام 1917 لم يدخل غزة مرة واحدة، بل حاول 3 مرات في مارس، في حوالي 27 مارس، ثم في 17 أبريل، ثم في النهاية في 1 نوفمبر و2 نوفمبر تمكن من اقتحام مدينة غزة. ولكن كانت معركة شرسة، معركة كانت يعني فيها دفاع مستميت، راح ضحيتها أكثر من 3200 قتيل بريطاني. المقبرة تضم أيضا رفات جنود من 17 دولة مختلفة، وتعد قبلة للرحلات والزيارات من مختلف الأشخاص بهدف التعرف على تاريخها. أحمد غنم، غزة، الميادين. والآن الوقفة الرياضية في ظهيرة اليوم مع الزميل عبير ذوادي. مرحبا يا عبير، الأخبار كلها عن مونديال روسيا. صحيح، آخر الأخبار وآخر النتائج معنا، وبالانتظار أيضا لمباراة اليوم الحاسمة. صحيح، بالتوفيق للمنتخب المصري. شكرا لك رامي. أهلا بكم. بطريقة دراماتيكية تحولت مجريات مباراة كولومبيا واليابان ضمن المجموعة الثامنة من مونديال روسيا.
الشوط الأول انتهى بالتعادل بهدف لمثله. تقدمت اليابان من ركلة جزاء ترجمها تشينجي كاغاوا بعد أن تسبب ببطاقة حمراء في وجه الكولومبي كارلوس سانشيز. هي ثاني أسرع حالة طرد في تاريخ كأس العالم والأولى في المونديال الحالي، إذ جاءت بعد مرور 3 دقائق على البداية. وحاول الساموراي تعزيز غلته بينما لم يمنع الطرد اللوس كافيتيريوس من الاندفاع الهجومي وإدراك التعادل بواسطة خوان كينتيرو من ركلة جزاء. وبالعودة إلى مباريات يوم أمس، كشفت بلجيكا عن قدرات متقدمة بخصوص المنافسة بقوة على اللقب، وذلك بعدما استهلت مشوارها بانتصار جيد على بنما بثلاثية نظيفة. وبرغم الفوارق الفنية الهائلة بين المنتخبين، إلا أن الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي. المنتخب الوافد حديثا إلى المونديال انحنى مع بداية الشوط الثاني بهدف رائع لدرايس مارتينيز، وأضاف الروميلو لوكاكو الثنائية. صمد المنتخب التونسي أكثر من 90 دقيقة محافظا على أول نقطة عربية في المونديال، إلا أن إنجلترا سجلت في الوقت بدل الضائع وانتزعت الفوز. وبرغم التقدم السريع لمنتخب أسود الثلاثة بهدف القائد هاري كين، لم يدخل نصور قرطاج غرفة الملابس قبل إدراك التعادل بركلة جزاء نفذها فرجاني ساسي. التعادل بقي صامدا حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من ضائع، حين خطف هاري كين الهدف الثاني. بعد ظهور غير المتوقع للمرشحين إلى اللقب، بدلت بلجيكا هذه المعادلة باكتساح بنما الوافدة الجديدة. منتخب الشياطين الحمر اعتلى صدارة المجموعة السابعة موجها إنذارا للمنافسين، وتفوق على المنتخب الإنجليزي الذي عانى كثيرا لتجاوز المنتخب التونسي بعد أداء مشرف لنصور قرطاج. مواجهة مصيرية يخوضها المنتخب المصري ضد نظيره الروسي المضي في افتتاح الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى. عودة نجم منتخب الفراعنة محمد صلاح أعادت التفاؤل لدى المدرب هيكتور كوبر، حيث افتقد إلى الحلول الهجومية في المواجهة الأولى التي خسرها ضد الأوروغواي. في المقابل يتسلح الروسي بالمعنويات العالية إثر فوزه الكاسح على السعودية في افتتاح البطولة بخماسية نظيفة، فضلا عن عاملي الأرض والجمهور، فيأمل حسم تأهله إلى الدور الثاني قبل مواجهته الصعبة ضد لويس سواريز ورفاقه. لا شيء يدعو إلى القلق، هكذا طمأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عشاق سيليساو غدا غيابه عن آخر حصة تدريبية. أغلى لاعب في العالم كان مهددا بالغياب عن المونديال جراء إصابة أبعدته عن الملاعب لثلاثة أشهر. وعانى لاعب باريس سان جيرمان من الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها بحق السويسريون في لقاء المنتخبين. وتلقى نيمار العلاج التأهيلي إلى جانب تياغو سيلفا وباولينيو، على أن ينتظم في الحصص التدريبية المقبلة استعدادا لمواجهة كوستاريكا يوم الجمعة في سان بيترسبرغ. نهاية موجز أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، والآن عودة وياكم إلى الزميلة رامية. شكرا جزيلا لك عبير. نصل نحن أيضا لختام الظهيرة ونذكركم بعناوينها. معارك عنيفة جنوب مطار الحديدة، والجيش اليمني واللجان يتصدون لهجمات التحالف السعودي ويعلنون عن تكبيده خسائر واعتقال أسرى من صفوفه. فصائل المقاومة العراقية تؤكد أن جريمة استهداف مواقعها على الحدود تفتح المواجهة مع إسرائيل وأمريكا، وتؤكد أن الرد آت فور تحديد مرتكبيها. تركيا تعلن تقدم قواتها باتجاه قنديل شمال العراق بعد سلسلة غارات على مواقع الكردستاني على جانبي الحدود. وتعلن عن دوريات أمريكية تركية لاحقا في منبج السورية ودمشق، تصف توغلهما بالعدوان على وحدة أراضيها. انتهاء الاجتماع الثلاثي الضامن للتسوية في سوريا من دون نتيجة وسط خلافات روسية تركية حول تشكيلة اللجنة الدستورية، واتفاق على اجتماع آخر الشهر المقبل. بكين ردا على التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة، واشنطن فقدت عقلها وسنرد بإجراءات مؤلمة. تابعنا في الظهيرة، مقبرة الإنجليز في غزة تشهد على نضال الفلسطينيين في مواجهة الانتداب.
دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وأيضا صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.